هذا عنوان الكتاب الجديد اللي اصدرته عن دار نيرفانا، وبشقة تقديمه ان شاء الله الست الجاي في المكتبه الوطنيه بحضور عديد من المفكرين المحللين الوضع السياسي، اسماء معروفه كما سي زياد كريشان، كما سي حمد يرديسي، كما لا لطيفه الاخضر، كما سي صادق بالعيد، كما السيدة رجاء بن سلامة، يعني مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية، واللقاء يتجاوز بطبيعة الحال يتجاوز تقديم الكتاب للحديث يعني حول الوضع السياسي الذي انتج بعد الانتخابات واللي حصل في تونس بعد الانتخابات الأخيرة. أنا متابع للوضع السياسي ما من الثمانينات، رو مش من اليوم، من بداية الثمانينات كنت متابع كي كنت طالب في تونس، ممكن بعد شوية وقت اللي خرجت للخارج، لكن كنت دائما متابع الوضع السياسي الثمانينات التسعينات وحتى الثورة. رجعت لتونس بعد بطبيعة الحال بعد 2011-2012 تقريبا رجعت لتونس، وكنت متابع الوضع السياسي، لكن في نفس الوقت كنت نكتب عليه. فانطلقت في العملية هذه، عملية الكتابة تقريبا يوم جنازة المرحوم الباجي قايد السبسي. يعني أنا تابعتها شخصيا، كنت مدعو للسيريموني اللي يقعد في القصر، وثم خرجت حبيت نشوف نبض الشارع، وكانت في بطبيعة الحال يعني بالنسبة لي حاجة ما كنتش ننتظرها، الهبة والوقوف الكبير معناها لتوديع الرئيس الراحل سيد باجي قايد السبسي. وبطبيعة الحال بدأ الإعلان وقتها تذكروا على المواعيد الانتخابية اللي كنا منتظرينها. فانطلقت من الفترة هذيك، انطلقت في فكرة هي متابعة يومية للوضع السياسي اللي في الانتخابات، ثم قراءة في نتائج الانتخابات. لكن تجاوزت المشكلة هذه، يعني تجاوزتها ومريت إلى يعني قراءة في أهم القوى السياسية الموجودة في تونس، يعني في الأزمات متاعها. وأنا حكيت على 4 قوى سياسية مهمة. القوة الأولى هي بطبيعة الحال القوى الوسطية الديمقراطية والحدثية اللي تقريبا هيمنت على المجال السياسي التونسي تقريبا منذ النصف الثاني من القرن 19، ثم هيمنت على الحركة الوطنية، ثم كذلك بنات الدولة الوطنية، ثم جت الأزمات المتالية للأحزاب اللي مثلت هذا التيار الفكري والسياسي في بلادنا. الجانب الثاني هو بطبيعة الحال اليسار، يعني عندنا تقاليد كبيرة يسارية بدأت من الحزب الشيوعي التونسي يعني بداية القرن 20، ثم يعني اليسار الجديد في بعد ثورة 68، وكل القوى اليسارية وكل تعبيرات القوى اليسارية زاد كيف في رأيي الانتخابات هذه بينت أن هذه القوة دخلت في أزمة كبيرة. المكون الثالث للساحة السياسية اللي اهتمت به هو الإسلام السياسي بكل تلويناته، يعني من حركة النهضة إلى التلوينات الأخرى الأكثر راديكالية وحتى الجهادية. ووريت هو بطبيعة الحال يعني التيار السياسي هذا جاء من بداية السبعينات ومنتصف السبعينات كحركة دعوية، ثم تحول في بداية الثمانينات إلى حركة سياسية. وإن كان الحركة اليسارية كانت تنقد مشروع الدولة الوطنية من جانب يعني الاستبداد، الحركة الإسلامية كانت تنقد مشروع الدولة الوطنية من أنه لا علاقة له يعني بتاريخنا وإرثنا السياسي الإسلامي، اللي تبقى الخلافة هي يعني شكل متاع الحكم. ثم التقلت وزاد اهتميت بنقطة بقوة رابعة اللي بدأت تظهر منذ الثورة اليوم، اللي هي القوة الشعبوية بتعبيراتها وتلويناتها المختلفة، ووريت كيفاش يعني الصعوبات اللي باش تلقاها على المستوى الاقتصادي، إذن المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والمستوى الاجتماعي. إذن هي متابعة للانتخابات وفي نفس الوقت على هذه الانتخابات يعني محاولة في قراءة للتجارب للمكونات أو أهم المكونات السياسية لتقريبا كل الأحزاب وكل العائلات السياسية والفكرية في بلادنا. يعني منذ الثورة اليوم هناك اهتمام كبير عند الناس عند التونسيين للسياسة، يعني ريان كافوار الواحد يشوف البرامج السياسية يعني على القنوات التلفزية ولا حتى على الراديوات ولا حتى الجرائد، يعني هناك متابعة أكثر وكبيرة يعني للشأن السياسي، هناك متابعة هامة، اهتمام أكبر. المساحة الزمنية بتاع بين 6 و8
براتيكمون الناس كل التوانسه الكل قدام التلفاز معني يتفرجوا في الحوارات التلفزيون دونك ثم اهتمام هذا الجانب الاول اللي الواحد ما يكروش لكن في نفس الوقت الاهتمام هذايا يعني تزامن مع كما نقولوا احنا نفور من السياسه ونفور من السياسيين لعديد الاسباب لسببين على الاقل مهمين السبب الاول هو عجز كل مكونات الساحه السياسيه يعني للخروج من الازمات المتعدده اللي نعيشوها هذا الجانب الاول ثم الجانب الثاني يعني غياب تقريبا الاخلاقيات في التعامل السياسي معناها النواب تلقاهم يتم انتخابهم على حزب يعملوا تقريب كيفاش يقولوا سفر كبير وينتقلوا من حزب لحزب ومن كتله لكتله ف يعني حس التونسي انه النبل اللي كان يتصوره في السياسه وفي الاخلاقيات السياسيه يعني مش موجود فبالتالي هذا اللي خلى يعني ثم نفور كبير نفور ويتزامن مع إحباط كثير كبير معناه من العمل السياسي إذن عندك حق ثم اهتمام بالسياسة لكن في نفس الوقت ثم نفور ثم اشمئزاز يعني من السياسة وهذا انتج عليه حالة كبيرة من الإحباط فأعتقد وحتى التصويت اللي صار في 2000 يعني في الانتخابات هذه كان أساسا يعني التصويت أعتقد ردة فعل يعني على الأحزاب السياسية التقليدية يعني اللي حازوا بثقة الناخبين ثم الحزب المنظم اللي حزب الاتجاه الإسلامي لكن تراجع يعني النتائج الانتخابية متاعه فيها تراجع كبير والأحزاب والشخصيات الأخرى أحظات يعني بثقة التونسيين شخصيات يعني غير معروفة على الساحة السياسية الرئيس الحالي سيد الرئيس سي قيس سعيد ولا سيد نبيل القروي ولا عديد الشخصيات الكل صفي سعيد ولا عديد الشخصيات الأخرى اللي كانت ما كانتش معروفة والجامع بيناتها أنا ما كانتش يعني ما هيش شخصيات سياسية بالمعنى التقليدي اللي عملت أحزاب وناضلت في السابق إذن هذا الوضع وهذا في رأيي أنا لابد من الخروج منه يعني لابد من الخروج من الوضع ذي لابد من إعادة تفكير في يعني أعطى برنامج سياسي جديد أعطى يعني صورة جديدة للسياسة اللي تجي فيها الأخلاق واللي تجي فيها المبادئ واللي الناس تحترم فيها الأخلاق وتحترم يعني يقول نقوله بالفرنساوي نوتخ مانيير دو فير دو بوليتيك يعني طريقة مختلفة بالقيام بالعمل السياسي اللي فيها المبادئ لكن في نفس الوقت فيها الأخلاق أنا بديت في كتابة النصوص هذه وكانت نصوص أسبوعية لمتابعة الوضع السياسي اتصل بي الناشر بتاعي صحافة بجمله قال لي اسمع الفكرة أنه نحولوا مجموعة هذه النصوص مع تقديم كبير معناها نحولوها إلى كتاب اللي نحولوا احنا الموضوع هذا نحكيه فيه تقريبا في نهاية الانتخابات نهاية شهر أكتوبر بداية شهر نوفمبر فهمني على أساس أنه مش يصدر لك إذا قررنا إصدار الكتاب نهاية أكتوبر يعني نهاية أكتوبر أنا خارج المجال السياسي وخارج الساحة السياسية وقلنا نحاولوا باش يكون بداية السنة يعني وهو ظرف هو يعني مرحلة قياسية يعني كتاب معناها يخرج تقريبا في 3 أشهر وخاصة ما كناش مبرمجين يعني لإصدار هذا الكتاب وبالتالي تم إصداره تقريبا النسخة الأولى صدرت تقريبا في بداية جانفي ثم جاءت مسألة يعني ثقة الأحزاب السياسية التي اعطت لي اقتراح اسمي للتكليف بتكوين الحكومة